السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مكتبة للأبحاث وهي مسموح بها، يعني كل الأبحاث اللي موجودة هنا 5 مليون أكاديميك أرتيكلز مسموح بها ومعلهاش أي مشاكل خالص. كان في مواقع تانية بيقولك إنها متهكرة أو يعني مش واخدة تصريح أو ليها نوع من أنواع الالتفاف حوالين الحقوق الملكية، إنما هنا مفيش حقوق ملكية. وفي دول كتيرة جدا بتشجع إن أنت تعمل الأبحاث بتاعتك وتحطها لها Open Access Library. طيب خليني مثلا ادور حوالين الـ AI. ونشوف ايه الابحاث اللي هتيجي. هي الميزة ان الابحاث مسموح بيها فتقدر تحمل، وهي في حاجات كتيرة PDF فتقدر ان انت تحمل زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز ده اسم الباحث، انت بتدور على بحث معين لراجل معين، او عايز تايتل او كيوردز او في الابستراكت، وتقدر تدور في التاريخ اني تايم، او ممكن تقول له 2023 كاستم رينج. فتقدر لو في حاجه عجبتك هتدوس عليها وتحمل ملف البي دي اف.